أهلا وسهلا فيك العازف والفنان العربي السوري محمد فتيان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا عازف الناي والكولة. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير يسعد صباحك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ابن البلد. ما شاء الله عليك شو حساس وشو فنان والاختيار جدا موفق. رجعتنا لبلادنا ولأحبابنا اللي اشتقنا لهم. تسلم أستاذ ساهر. أهلا وسهلا فيك محمد. صباح الخير. نورنا اليوم. الله يسلمكم يا رب. بتخيل يعني اللي حكاه الأستاذ سامر ما بقدر أزيد عليه ولا كلمة. فعلا إحساس رائع جدا. تسلمي والله. ومبسوطين جدا إنك معنا اليوم بحلوة يا دنيا خصوصا بحلقة الأستاذ سامر. أنا مبسوط جدا. أنا محظوظ مع الأستاذ سامر اليوم. أنا اللي محظوظ بفنان مثلك موهوب وحساس والله. الله يخليك. أهلا وسهلا أستاذ محمد فتيان. أنت كمان عازف سولو في أوركسترا دمشق أوركسترا. نعم. الشام مزبوط. نعم. ومش سهل أنه يعني عازف كولا ناي كمان يعني يؤدي سولو ضمن أوركسترا كتير كبيرة خاصة على آلة شرقية. نعم. آلة بيئية شرقية بحتة. نعم. أنا خريج المعهد العالي للموسيقى بالشام سنة 2010. عازف في أوركسترا الجاز السورية. أول عازف سولو آلة شرقية بعزف مع انطلاقة الأوركسترا الشرقية الأوركسترا أوركسترا الجاز. وعازف في أوركسترا العربية السورية الرسمية. حلو. نعم. أستاذ سامر يعني حضرتك درست بكالوريوس أدب إنجليزي وبعدين قررت ترجع تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. نفس المعهد على فكرة بنفس المعهد اللي درست فيه نحن نفسه المعهد تمثيل وموسيقى. قديه بتحس جيران قديه بتحس انه مهم جدا بالبلد يكون في معهد للفنون سواء كان زي ما تفضلت تمثيل او موسيقى وبنفس الوقت قديه بتحس انه مرات للاسف مواهب عديده بتتخرج بس ما بتاخذ حقها وما بتاخذ الفرصه لتلمع وتبرز بالساحه الفنيه. هلا المعاهد مهمه جدا خاصه المعاهد اختصاصيا كان بالموسيقى او كان بالتمثيل. هي بتنظم الموهبه وخاصه يعني بالدول العربيه في كثير مواهب بتضطر تروح لبلدان تانية. المعهد لما بكون ببلده هو بيقدر يعني يرسم ملامح الموهبة ضمن ثقافتها ضمن تربتها الأساسية ويوصلها أكتر وأكتر ويطورها ليوصلها للعالمية. لأنه العالمية بأحد تعريفها هي فن الإغراق في المحلية. يعني أنت كل ما أغرقت في المحلية كل ما بتوصل للعالمية. مش أنك تروح تمثل بالإنجليزي أو تروح تعمل شيء بيشبه الغرب لحتى تصير عالمي. لا أبدا. صحيح. أنت من آلة الناي هاي اللي مثل ما قلت. طبعا. فؤاد اللي هي آلة شرقية بحتة وبيئية يعني ممكن توصل للعالمية. ما الناس بتحب تسمع شيء جديد بجوز بأمريكا ما عنده الناي فبيحب لما تيجي انت تعزف ببراعة. يعني. عرفت فأنت بتوصل لأنه أسرع ابن بيئتك بكتير. لأنك أنت عمليا لما عم تعمل موسيقى أنت عم تعمل بيئة أنت خارج منها يعني عم تعمل شيء. هي الموسيقى ما لها شيء منفصل عن الواقع اللي احنا عم نعيشه. فكل شيء موسيقي هي كل شيء موسيقي انا عايشه على ارض الواقع من بيئتي عم بحاول انقله فهذا الشيء ممكن يعمل لي خصوصيه عالميه. يعني انا عم اقدم تراث منطقه عم اقدم خصوصيه منطقه فهذا بيعطي أكيد. خصوصيه لإلي وبنفس الوقت بخليني اطلع كلام الاستاذ سامر منه. بنسجم مع اكيد انا عم ركز بس على الفكره. انت قلت لي انك كنت في اوروبا او نعم نعم. او في المانيا. يعني شوف العالميه وين بتلتقي. كيف كانت ردود الفعل على اداء انت قمت فيه؟ هلا عملت عده جولات باوروبا طبعا فترة يعني رحت لأوروبا من فترة 7 سنين يعني بفرنسا ألمانيا عزفت بعدة أوبرات بأوبرا نيس بفرنسا أوبرا مارسيليا بباريس بمعهد العالم العربي سجلت ألبوم مع الأستاذ عابد عزرية مع أوركسترا فرنسية سجلت معهم بعمل بألمانيا كنت بمهرجان عالمي كنت مشارك مع فرقة مهرجان هذه مؤخرا من شهرين رجعت من هنيك. الفكرة انه هلا انا كيف عم روح لهنيك يعني شو هو فعلا النقطة اللي حكاها استاذ سامر انا كيف اخذوني يعني شو الشيء اللي شدهم لقلي انه انا اروح لهنيك. هلا آلة الناي آلة عم بيجيبوا آلة شرقية هي تمام. تلتقي يعني هلا دراستي ساعدتني بانه انا اقدر وظف آلة الناي اللي هي خصوصيتها آلة شرقية آلة عربية
بانه قادر وظفها بالموسيقى الغربيه ليصير في مشروع التقاء، مشروع ثقافتين حضارتين مفهومين. فهذا الشيء بالغرب عم بيصير، عم نعمل مشاريع العلاقة بالموسيقى الغربيه، موسيقى الكلاسيكيه مع الموسيقى العربيه، في رؤيه، في مزيج. هذا المزيج، هذا يعني هذا الخليط الكيميائي الكيميائي عم يطلع فيه شيء جديد موسيقي. فمن هون، من هي الخصوصيه تماما. بذكرني فؤاد بانا ببداياتي اسست فرقه مسرح اسمها مسرح الرصيف بعد تخرجي معها التمثيل بشهر. اشتغلت مسرحيات باللهجه الشاميه العاميه عن اشياء كتير تراثيه وخاصه. عملت اول مسرحيه ون مان شو، ساعه على حالي على المسرح، بتحكي عن مغسل اموات. ما بتتخيل كم المهرجانات والدعوات اللي اجتني من من دول اوروبيه، لانه موضوع جديد ما عندهم يا ضمن ثقافتهم الاجتماعيه وداخل بعمق فلسفه الجسد الحي والجسد الميت والاخري. فهذا الشيء قلت لك هن العالميه، انك انت تحكي نفسك، تحكي بيئتك، تحكي تفاصيل ثقافتك الخاصه. نعم، بتعرف يعني محمد فتيان يعني اكبر دليل على امبارح كنا عم نحكي مع الاستاذ سامر، قد ايه الفنان السوري هو فنان مثقف، هو فنان اكاديمي. يعني كان عم بيقول امبارح، يمكن لما كنا عم نحكي شوي على مواضيع سياسية أو آراء الفنانين بالأوضاع اللي عم بتصير سواء بسوريا أو بالمنطقة العربية، وقال لي إنه إحنا الفنانين كفنانين سوريين أقل واحد فينا دارس له يا شهادة يا شهادتين. تمام. فالموضوع، وإنت دليل. نعم. يعني تسلم. على هذا الإشي محمد، وأكيد نسمع منك، ومعقول نسمع منك أنا بفتخر لما بشوف موسيقيين سوريين موجودين بكل أنحاء العالم العربي والعالم. يعني أنا دائماً يعني صار عندي هيك مثل لما بسمع عازف بارع بقول لهم هذا سوري، وعلى الأغلب بيكون حلبي. ما بعرف إذا أنت حلبي. أبوس شناو وتشنب جنب تحية لأهل حلب. احنا مكملين معاكم، وطبعا النقاش شيق، ولكن اسمحوا لنا مضطرين نتوقف مع هذا الفاصل، راجعين. لكل اللي مشتاقين للشام وتغربوا عن ديارهم واهلهم، هي طبعا للكبير محمد عبد المطلب. بتاخدني الايام، تبعدني الايام، بتاخدني الايام، بعدني الأيام، لكن روحي تبقى بتغني للشام على طول الأيام. يا عمي بتاخدني الأيام، تبعدني الأيام، بتاخدني الأيام، تبعدني الأيام، لكن روحي تبقى بتغني للشام على طول الأيام. يا عمي بردا يا ما بتذكر عشرتنا، بردا يا حبيبي ما بتذكر عشرتنا، أنا وإنت يا حبيبي والقمر تالتنا والحور اللي مايل، الحور الجداول، على همس الجداول بفيل وبناء على طول الأيام. يا عمي بتاخدني
تسلم هالصوت وكمان شكرا لاستاذ شكرا للفرقه فاجئناكم فيها اول مره. يعني هاي اكبر رساله بتخيل من سامر المصري لكل الشام، ومشكورين جدا لوجودك معنا ولتلبية دعوتنا بقناة رؤيا، واكيد تحية كمان مرة لتراي ماكس اللي سمحوا لنا انه نتعرف عليك وتكون معنا. اكيد هي هلا تراي ماكس جديدة عليها علم دولة الامارات بمناسبة عيد الوطني، ان شاء الله الف كل سنة ومسلمين دولة الامارات طبعا. البلد اللي احتضنتني حاليا يعني بتشكرها جدا وهنيه بمناسبه العيد الوطني. شكرا للاردن وشعب الاردن، شكرا لك رهف، شكرا فؤاد، شكرا لرؤيا تي في، وان شاء الله يعني كل ايامنا لخير وسلام بكل الوطن العربي يا رب. وراح يحلو الحكي بكره بعد المنسه ان شاء الله يعني. مش ناسين. كل الشكر كمان الرائع محمد فتيان، شكرا لك لادائك اللي اعطيتنا اياه. ما بعرف شكرا. ممكن ما بعرف بتحب مثلا، ممكن بعرفش استاذ يعرب ليلى، ممكن ننهي مع الاستاذ محمد فتيان او جاهزين ممكن مثلا ننهي باخر لحظه، ولكن بس لازم عندنا السؤال نسالك وانت تروح. يلا حلوه يا دنيا لولا لولا وجودكم. يعني نروح احنا نروح مثلا يعني حلوه يا دنيا. لا عفوا عفوا انا فهمت غلط، مع لحظه ونروح. حلوه يا دنيا صدق حلبي لولا. لا 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 معنى دقيقه خليني اوضح دقيقه بس لو سمحت. انا فهمت انه حلوه يا دنيا، انا بدي اقول انه بوجودكم انا مبسوط. أنا لا يا حبيبي يا محمد انا فهمت على السرعه عم فكر شو بدي اعزف وقلنا عجب لا بالعكس هذا احلى جواب اصلا للسؤال. استاذ سامر المصري حلوه يا دنيا لولا. انا اسف. لا بتقدر بليز تحضر حالك لل... نعم حلوه يا دنيا لولا لولا الغربه. ان شاء الله بترجع سوريا طيبه باهلها وان شاء الله يا رب ترجع احسن ما كانت باذن الله. شكرا كل الشكر لك، واحنا بنترككم ان شاء الله يعني مع الموسيقى نختم مع محمد فتيان، وان شاء الله لنا لقاء في الاسبوع القادم. باي باي.